هذا وأكملت السلطة التشريعية بغرفتيها مجلسي الشورى والنواب استعداداتها لاستقبال دور الانعقاد الثالث، والذي من المقرر أن يتم للمرة الأولى عن بعد اتباعا لتوصيات اللجنة التنسيقية لمكافحة فيروس كورونا. تمضي مملكة البحرين بازدهار في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى، والتي تسعى في نهجها إلى تحقيق تطلعاتها العليا لتأسيس وتطوير دولة المؤسسات والقانون. مسيرة البحرين التشريعية تواصل تحقيق تقدم واسع في الممارسة الديمقراطية منذ انطلاقها، والتي توجت بوجود مجلسين للسلطة التشريعية، وهما مجلس النواب المنتخب بالكامل من قبل الشعب، ومجلس الشورى المعين من قبل جلالة الملك المفدى. وقد أكملت السلطة التشريعية بغرفتيها مجلسي الشورى والنواب استعداداتها لاستقبال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، والذي سيتفضل جلالة الملك المفدى بافتتاحه، وسيتم للمرة الأولى عن بعد تباعا لتوصيات اللجنة التنسيقية لمكافحة فيروس كورونا. ويأتي الاجتماع بعد صدور الأمر الملكي السامي والمتضمن دعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد، حيث سيباشر المجلسان النظر في العديد من التشريعات والقوانين التي تجاري متطلبات المرحلة الراهنة، والبناء على الإنجازات التشريعية التي حققتها السلطة التشريعية خلال الفترة الماضية لمواصلة نهج العمل الوطني البرلماني بالتعاون مع السلطة التنفيذية وفقا لمبدأ فصل السلطات.